انا بدعي الكل يساهم ويشاركوا ببيروت ترنم، لانه حقيقه هذا حدث مميز بيعيشوا فيه الاوقات الجميله من السلام والمحبه والالفه بين بعضهم. وانا سبق اشتركت ببيروت ترنم، كنت اشترك مع رودي رحمي، هو يعمل شعر وانا اعزف بيانو. حاليا اليوم انا مع جمانه مدور، انا بلحن للترانيم، وكان في اقبال كثير جيد جدا، والناس كانت متفاعله جدا بالياسمين. وانا سعيد كثير لهالتحضير هيدا المرتب اللي على مستوى اللي بيحترموا فيه الانسان، اللي بيحترموا فيه الوجود، اللي بيحترموا فيه حقيقه الحدث كحدث. انا بهنيكم من كل قلبي للمنظمين واللي طلعوا بالفكره، وكل انسان تعب بهالمشروع، وبشجع كل الناس والاصحاب انه يشاركوا ويحضروا، لانه حقيقه هيدا ايفنت، هيدا حدث منه عادي، هيدا حدث اكثر من عادي، بيخلق فينا الفرح، بيخلق فينا السلام. معايدة ايوه، ينعاد عليكم جميعا، وان شاء الله ما بتشوفوا غير الخير بحياتكم والايام الحلوه.